أحسن الله إليك. يقول السائل: ما صحة هذه العبارة سقى الله بلاد الكافرين ولا بلاد الحاسدين؟ الحاسدين؟ نعم، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ ودعاء باطل، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. المفروض أنه يدعو لبلاد المسلمين، والحسد موجود، قل أن يسلم منه أحد، ولكنه لا يمنع من الدعاء ومن التوبة إلى الله والاستغفار. نعم، هذا معناه عنده أن الكافر أحسن من الحاسد، هذا معناه أن الكافر أحسن من الحاسد ولو كان الحاسد مسلماً. هذا كلام خطير، كلام فاضي ولا يجوز. نعم.